إعصار. إعصار ديالش إعصار؟ إعصار البحر طلع لنا. لا أنا دابا يلقش في البحر، فين هو البحر؟ كنت طلع عندنا البحر قبل ما تلقاني غابت البحر قاع بعدين. أول حاجة أنا عاد دابا جيت من جهة من على لاكوت على الكورنيش، مشيت حتى للبراج ورجعت، ما بانش شي حاجة اللي هي غير عادية. كيطلع البحر اليوم؟ طلع اليوم طلع، واني ماشي بزاف ما داير، كون طلع كون سبب بزاف ديال المشاكل، واني ما كاين والو خويا. والله ما نكذب عليك، دي فوا كيطلع اللي كيسمح لان الناس يبدلوا دي فوا اللوك ديال المنازل ديالهم، فهمتي؟ بعض المرات كيطلع البحر شال ديورهم، سورتو لي كابانوف كيفيل كاينين حدا البحر او بور لا مير، شوفو سكيفي عندهم دي فوا كي ديباسي داك الحد المسموح به. هاد القضية ديال اليوم الله أعلم، يقدر يكون طلع بويسك اليوم، ما سمعنا لا أعصار لا والو، ولكن كيبان لي الجو عادي إن شاء الله. المهم خويا الله طلعت من البحر ما كاين لا أعصار لا والو، يلا طلع دابا. المهم البحر هاي شوية ما كاين لا أعصار لا والو، طلعت كاع ديك سميتو واحد سميتو جبل، واحد جبل سميتو، المهم راه كاين لا أعصار لا والو، ما شفت والو دابا أنا. ماشي اعصار ولكن دي فاغ اللي كبار، فهمتي؟ امواج تتراوح تتراوح العلو ديال اكثر من الحد اللي موالفه به، فهمتي؟ داكشي اش كيطلع كيريب الديور، كيريب الدروج، كيريب بزاف ديال الحوايج. الله اعلم الله اعلم. اعصار فين يكون وصل دابا؟ فين يكون وصل؟ يكون وصل عندنا الجامايكا. اش قال احسن اصلا؟ وفق ما فاش حنا فين دابا؟ حنا راه ضرورة فين كرة وصل الهند ورا الاعصار، يسبب بزاف ديال المشاكل، لا راه حنا لا هذا الشيء كامل يسبق بينا، حنا هما الاولين. حنا جينا حدا البحر راك عارف، كون كان هذا الاعصار كاع ما تلقانا حنا هنا نيت، هذاك الشعر فوتوشوب ما كاين والو. بنادم مخلوع مزري من الخاوي، الاعصار ما كاينش، ما كاين اليوم حتى شي اعصار، ولكن ما كرهتش يضرب الاعصار باش يلاه تغرب القضيه. لا ما ضرب والو، الحمد لله المغرب زين، كل شيء زين الحمد لله. ارسلوا الخشاش الحيط حتى اللي كرا الاعصار واللي كرا نزقوا لي والو، غير الا البحر يجي البحر شويه كاولي لي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.